السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس الديني دروس علوم اللغة المجاز العقلي للمستوى الأولى والثانوية شعبة الآداب والعلوم الإنسانية. الأمثلة: قال المتلبي يصل مسكنه بعد أن هزم سيف الدولة ويمشي بعد به الركاز في الدير تائبا وقد كان يأتي يأبى مشي أشغر بنى مولاي إدريس الأزهر مدينة فاس نهار الزاهد صائم وليله قائم تزدحم شوارع المدن الكبرى بالمارة والسيارات سيذكر للقوم إذا جد جده وفي ليلة الظلماء يفتقد البطل دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسب. ملاحظة واستقراء: في المثالين الأولين أسند الفعل إلى غير فاعله حيث أن الركاز لا يمشي وإنما يسير صاحبه، وكذلك المولى إدريس لا يبني وإنما العمال من بنى مدينة فاس، ولكن لما كان العكاز سببا في المشي والمولى إدريس سببا في البناء أسند الفعل إلى كل منهما، وهذا ما يسمى بالمجاز العقلي. وعلاقة المجاز هنا هي السبب، يعني أن السبب في بناء المدينة هو المولى إدريس والسبب في السير هو العكاز. أما في المثالين الثالث والرابع نجد أن الصيام أسند إلى ضمير النهار والقيام أسند إلى ضمير الليل والازدحام أسند إلى الشوارع علما أن النهار ما يصوم والليل لا يقوم والشوارع لا تزدحم، بل الناس هي التي تزدحم في الشوارع والزاهد هو الذي يصوم الليل ويقوم النهار. والذي صوغ ذلك الإسناد أن المسند إليه في المثالين زمان الفعل أو مكانه كما في المثال الأخير. وفي المثالين الأخيرين نرى مجازا عقليا في إسناد الفعل جد إلى مصدره الجد، ومجازا عقليا آخر في استعمال اسم الفاعل الطاعم محل اسم المفعول المطعوم واسم الفاعل الكاسي محل اسم المفعول المكسور. ومن هنا نستنتج أن المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة في إيراد المعنى الحقيقي، وهذا يعني أن المجاز هو إيراد الكلام على غير ما وضع له في قواميس اللغة، أي بمعان نسند الأفعال إلى قول المفعولات إلى معان غير التي وضعت لها في اللغة أصلا. وللمجاز العقلي ست علاقات: الزمانية كما في هذا المثال هذه ليلة مقمرة، والمكانية كما في المثال ليث النهر جاري، السببية وهنا أوردنا النهر ولكن النهر لا يجري ولكن الماء هو الذي يجري، والسببية بنى مولاي إدريس فاس والباني قلنا لا هم العمال وليس مولاي إدريس ولكن مولاي إدريس سببا في البناء لهذا، قلنا أنها علاقة سببية. ثم الفاعلية: لا عاصمة اليوم من أمر الله. ثم المفعولية كما في المثال هذا بلد عامر، والمقصود هنا معمر بالناس أو بالخلق. ثم المصدرية: تكاد عطاياه تجل جنونها. وأما حديث التطبيقات فسنترككم مع الجمل الآتية: وضح المجاز العقلي وبين علاقته فيما يلي: لا عاصم اليوم من أمر الله، ذهبنا إلى حديقة غناء، بنت الحكومة المدارس، أولم نمكن لهم حرما آمنا، كان المنزل عامرا. إذن شكرا على حسن إصغائكم وإلى اللقاء في درس مقبل إن شاء الله.